لوين؟ السوق. قرب لعنده. لوين رايحين؟ ايش كنت تعملوا؟ عجب تروحي مشو؟ ما بروح مشو تقطيع. قربي لعندي شوي قربي. شو اسمك انت؟ فاطمة. شو صاير معك يا فاطمة؟ ليش هيك؟ اجريك شو من ايش؟ بالطيارة. تروح بتجيبي خبز مشو بترجعي؟ لا تقطيع، كل نهار نروح تقطيع وما جا تقطيع. وإذا ما حدا يوقف لكم؟ ما نروح مشو. بعيد كثير من هون محل الخبز؟ هذا مين معك؟ هذا اخويا. انت في اكبر منك او انت الكبيره؟ انا اكبر وحدي. يلا اطلع تعال. شو اسمك انت؟ رجع شوي يا محمد، رجع لورا لورا هيك زبط قاعدتك. تمام تمام. قديش عمرك يا فاطمة؟ 9 سنين. احكي لي شلون صوبتي؟ صوبت بالطيارة، كنا رح نجيب غراض على العيد. هم صابت ضربت الطيارة فوقنا. شو صار؟ ما صار شيء. طيب كل يوم بتوقفي هون هيك تحت المطر، يعني بس تروح تجيبي خبز ترجعي؟ ما في محل قريب او دكان او حد يشتري لكم اغراض؟ ما في حدا. ليش؟ ما في حدا، ابويا بتركيا ونحن هون لحالنا. ما بتروح على المدرسة؟ عم بروح اليوم، مو خلص مفحوصة اليوم اول يوم الي. كيف تروحي بترجعي؟ بروح كمان طقطع هني كحد السوق المدرسة. تروحي تقطيع وترجعي تقطيع؟ من هون بجيب الخبز صح؟ ومن الدوار. لكن؟ من دوار متنبي. عند دوار متنبي بجيب خبز، ليش ما بتجيبه من هون؟ من هون الربطة بخمسة، بس هنيك بنجيب الربطة بخمسة. بس كثير بعيد من هنيك. ما هو ليش؟ طيب انا راح اوقف لك تاخذي من هون هاي المره. تمام طيب خلي هذاك المحل بتجيبه منه ما. طيب انا راح استناك هون، تروح تجيبي خبز تجي. تمام بصحه ماما انا غير خمسه ولا نحن تنتين. يلا معلش انا زين لك لك مسكي هيك. يلا عم استناكم هون. تمام يلا هي فاطمة، يعني هلا راح تاخذ خبز من هون بس بالاحوال الطبيعي بتروح لمكان ابعد بحوالي 2 كيلومتر عشان تاخذ الخبز بسعر ارخص اسمه الخبز المدعوم. طبعا كل يوم هذا الامر، يعني اغلب الناس بتشوفه هون على جنب الطريق تروح وترجع تقطيع بالسيارات، ووقت ما حدا بيوقف لها يعني بتروح مشو وترجع مشو. ممكن الطريق راح ورجع يعني ياخذ معها اكثر من ساعتين ونص. صح
كم كيس جبته؟ 2. كفوكا؟ اه بكفوكا؟ لوين هلا بدكم تروحوا؟ البيت.